السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون أول تي بي في الموبايل. دونك بالنسبة لينا هنا، احنا ديجا دوزنا لا بارتي ديال لانستالاسيون ديال اندرويد ستوديو اللي هي بارتي مهمة وخاصة شوية الصبر. كي خاصكم تانستاليوه تكون عندكم الكونيكسيون، و اون فوا تانستاليه خاصك تفتحو وتشوف واش مابقاش عندك دي بروبليم. الا طلعوا لك دي ميساج بالاحمر مازال غادي تكليكي عليهم ويعطيك لانستالاسيون ديال دي بلوغين. ابخي غي خاصك دير هذاك لو بروجي اللي فتحتيه تحاول تبدا تاكزيكوتي فيه. غادي خاصك تما دوز ليميلاتور حتى هو يتانستالا، بيان سور تختار واحد فيهم اكسيتيرا اكسيتيرا. وقبل من هادشي كامل كي خاص تكون عندك الاس دي كا ديال جافا، اي يعني لوبسيون ديال ان مقبوله عندك تخدم بالماشين فيرتوييل في لا ماشين تاعك. المهم بوغ لا بارتي انستالاسيون مالوغوزمون انا ما درتش فيها يعني جيد، ودابا غننطلق من ورا ما تانستال لكم مزيان. الا بغيتو تكريو ان بروجي جديد فانتوما كتمشيو تفتحو كدير فايل نيو بروجيكت، من بعد كتختار السميه ديال لو بروجي و لومبلاسمون ديالو. اهم حاجه هي هذيك المينيموم اي بي اي، تما تيخاصك تختار واحد الاي بي اي اللي كتشوف لتحت كطلع لك 100%، يعني هي معروفه في التليفونات كاملين. ما تختارش شي فيرسيون اللي كتعرف غير في التليفونات الجداد. الا اختاريتيها غير في التليفونات الجداد دونك كيكون عندك مشكل في لابليكاسيون، تكون باينه لك تما 100%. من بعد كدير اوكي، كتخلي لانستالاسيون او لا يعني لوفيرتور ديال البروجي ديالك دوز عاديه. اون فوا كدوز عادي حيت انا درت له امتي اكتيفيتي في الديبار، فهو غيعطيني واحد الاكتيفيتي اللي فيها يعني الكود ديالها جافا عادي، فيه لا ميثود اون كرييت و لا ديزاين ديالها. غيعطيني فيها واحد كونسترينت لايوت خاوي، نقدر هنايا لافيشي اللي بغيت. مثلا هنا غادي نافيشيو غير هاد الفيو، وغادي نلقاو فيها باغ ديفو مثلا هلا وورد. فاش تنشوفو لو كود اكس ام ال ديالها، دونك الديزاين كيكون بالكود اكس ام ال، كنلقاو انهم مستخدمين واحد الكونسترينت لايوت ودايرين لينا فيها واحد تكست فيو اللي هي زون دو تكست. دونك نقدر نخليها، نقدر نبدل كيما بغيت هنا غير بوغ تيستي. كما كتشوفوا فاش تيكون عندي الكونسترينت لايوت ضروري كيكون عندي دي كونترينت. غندو على هادشي من بعد. انا خليتو تيل كيلي، دونك لي زاكتيفيتي او لا هذا لي ويجيت اللي كيتزادوا بحال هاد التكست فيو تي خاصنا نشوفوا الكود اكس ام ال ديالو نفهموه، واخا كيتجنيرالنا اوتوماتيكمون. من بعد لكن عندنا ليميلاتور دايز، كي خاصنا نختاروا واحد فيهم اللي بغينا نجربوا فيه هاد لابليكاسيون ديالنا. كنلونسيو لابليكاسيون تاعي، الا ما كانش فيها حتى خطا دونك دو توت فاسون حنا دابا ما عندنا حتى خطا حيت ما درنا والو. غادي يطلع لنا ليميلاتور، ياخذ شويه الوقت على حساب لا ماشين، وغادي يبان لينا هذاك لابليكاسيون ديالنا. يعني هي كتانستال في هذاك ليميلاتور وكتفتح. الا كان كلشي مزيان ما كاين عندنا حتى خطا، غنلقاوها تفتحات وبان لينا هذاك لو ميساج اللي دايرينو في التكست فيو. فوالا تري بيان، دونك هنا غنمشي نزيد واحد لو بوطون غادي نسميه جينيري ان نوم. غنحاولو نخدمو لو بخومي اكزارسيس ديالنا من ورا ما شفنا بان ما عندنا حتى مشكل في لوجيسيال. دونك هزيت لو بوطون ديالي، ضروري زدت ليه لي جوج ديال لي كونترانت على الاقل، وحده اوريزونتال و فيرتيكال. لا ميم شوز بالنسبة لواحد التكست فيو فين بغيتي تافيشا ليا لو نيميرو. لوبجيكتيف هو انني هذاك لو بوطون غادي يجيني فاش نكليكي عليه يتجنيرا ليا شي عدد الياتوار ويبان ليا في هذاك الزون اللي درت الاخرى. فوالا دونك غنمشي هنايا نقلب على لو بروبريتي اون كليك، ونكتب فيها سميه ديال واحد لا فونكسيون اللي باقي انا كاع ما صوبتهاش في جافا. نمشي ندخل لو كود اكس ام ال، نقدر نكتب هادشي في الاكس ام ال ديريكت، سينو الا بغيت نستغل لوتي دونك كنكتب وكنخليه يعاوني. هنا غادي يطلع لينا ميساج ديغور، غنختارو كرييت فانكشن حيت هو غيقول لي هاد لا فونكسيون راه ما كايناش. فغنبدا هاي لا فونكسيون تكريات، غنبدا نكودي فيها. دونك هنايا بغينا نومبر الياتوار، سيتادير غنخدمو بلا كلاس راندوم اللي كاينه في جميع لي يعني في جميع لو لونغور دو بروغراماسيون، كاين حتى في جافا. كندير الت كونتري باش تطلع ليا هذيك الامبورت الخاصه بالراندوم، وكنبداو نستخدمو داكشي اللي احتاجينا ليه. حنا غنحتاجو اننا نخدمو على لا ميثود
Next. Donc déjà نجيب text view ديالي ندير find view by id r.id. نجيب سميه ديال text view الid ديالها فوالا سميتها text view دونك غادي ندير لها text view وغادي ندير set text باش نكتب فيها داكشي اللي غادي تعطى ليا بالراندوم باستخدام لا ميثود next int فوالا دونك next int كنعطيو ليها يعني 10 ولا 100 ولا على اساس ان الا درت لها 10 فهي غتعطيني راندوم الا الاعداد من 0 حتى 10 درت لها 100 غتعطيني راندوم من 0 حتى 100 وهكذا غنحتاجو نديرو واحد البارز دونك غادي نجربو البروغرام ديالنا فوالا فاش تنكليكي على الراندوم كيما اولا لو بوتون كيما كتشوفوا كيتعطى ليا عدد الياتوار الا بدلت هاد المره غندير 100 غنعاود نجرب فوالا كيما كتشوفوا كيعطوني هاد المره عدد اخر صحيح ولكن في لا مارش كبار كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا نتلاقاو ان شاء الله في تمرين اخر الى اللقاء